السلام عليكم الاخوان اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. اليوم جيت باش نتكلم على التدابير الرئيسيه اللي وافقت عليها الحكومه ياك باش تحافظ على الاقتصاد. اللي تكلمنا البارح وقلنا كنا كنتسناو بابلو إيغليسياس ولا اي واحد من الوزراء يعني اليوم يتطرق لها. فهذه تقريبا شي 4 سوايع ولا 5 سوايع تقريبا الحكومه عطات الضوء الاخضر لمجموعه من الناس اللي هما التدابير هذه باش اللي عندها علاقه بالمساعده ديال الناس الاوتونوموس اللي هما عندهم يعني شكون لهم اللي خدامين لحسابهم الخاص، الناس المستضعفين، الكرايا اللي خدامين في الديور الى اخره. انا لقيت واحد الفيديو صغير صراحه فيه شي جوج دقائق وشي حاجه لخص كل شيء تقريبا، ولكن غادي نشوفوا شي نقاط غادي نتعمقوا فيها شويه. نخليكم مع الفيديو وعلى بركه الله، اسمعوا معايا. ابتداء من اليوم هذيك 6 شهور اللي غادي تنفذ ابتداء من تسري الازمه، يعني بعد ما تسري الازمه راه قالها وتقدر تعاودوها، بعد ما كتسري الازمه كما قلنا البارح ان ابتداء من تسري الازمه 6 شهور ممنوع شي واحد يتم الطرد ديالو من السكن اللي ديال المستضعفين، الناس اللي ما عندهمش. حتى واحد ما غادي يتم طردو من دارو. وكاع العقود ديال الايجار اللي قربت تموت او لا غتموت، هذه يعني الدوله كتكلف بهم باش اوتوماتيكمون يعني طريقه اوتوماتيكيه غادي يتم تجديدهم لمده 6 شهور. ولا كانوا شي كرايه يعني لما قادرينش يواجهوا الظروف الحاليه على الكرا من جهه الكرا غيلقاو الدعم ديال الدوله. هنا كيقول لك كاع اصحاب الملك اللي هما صغار بساط الناس اللي ما عندهم دار او لا ديور او لا يمكن حاجه قليله، هادو قال لك غياخذوا 100% من المدخول ديالهم الشهري، يعني ما غاديش ينقصهم حتى ريال. وفي نفس الوقت الدوله كتغارانتيس يعني كتعطي الضمان الشركات الكبار غادي يعني حتى هما يخلصوا يتحملوا مسؤوليتهم اذا هاد الشركات هادو هما اللي غادي يطبقوا ديك القضيه ديال الكيتاس اللي هضرت عليها البارح، اللي هي الحاله ديالك نتايا في شكل ما عندكش 50% تخلصها 50%، اولا الناس اللي غادي ياخذوا الكريدي اللي كنا حنا كل بونص اللي كيداروا الافاليس اللي الدوله تاهي غادي تعطيك من 6 شهور من 6 سنين عفوا، البارح كانت واحد المده 30 6 سنين دابا ولات من 6 سنين ل 10 سنين خص تردها، ولكن الا ما رديتيهاش كتحمل الدوله المسؤوليه. وهذوك الشركات راه هما اللي كيكونوا عندهم الفلوس صح، اذا هذوك حتى هما عندهم واحد المدخول، هذو ما نقدرش نقول عليهم فقراء، هذو حتى هما الاساس. ولكن اللي ضحكني هو كالفينيو وزير الاقتصاد كانت كتقول لإغليسياس ان راه الدوله فيها 4% هي ديال الشركات اللي عندها الفلوس و 90% فقراء ولا 96% فقراء، يعني الناس البارتيكولاريز. اذا هذوك كيفاش 4% هي اللي حاكمه في اسبانيا كامله؟ كملوا. وزادوا الموراتوري يعني ديال المهم كما كنقولوا حنا تعفاو من الديون صحاب الايبوتيكاس اللي عندهم الديور من البنكه، وزادوا اخر ودخلوا حتى تجميد او العفو الديون ديال الناس الاوتونوموس اللي هما الناس ديال المقاوله يعني المقاول الذاتي، يعني تضطر اما سد الحانوت ديالو ولا التينه ديالو ولا المشروع ديالو او المدخول الشهري حتى هو نزل انكسر. القضيه ديال الماء والضوء والغاز هذه اللي عندهم برونشي، ما كنهضرش على الغاز اللي كيتشرى ديال البوطه، كنهضر اللي عندهم برونشي في الدار، هادو ما يقدرش شي واحد يسدهم لك، يعني حيت الدوله حطت القرار هادو غيبقاو يعطيونا حنايا الماء والضوء والغاز في الفتره اللي حنا في الالارما. غادي يخرج واحد المساعده لكل الناس اللي هما عمال
تيمبوراليس او الناس اللي كيخدموا واحد المده مؤقته، يعني الناس ديال الفلاحه ولا اي حاجه عندها علاقه تيمبو تيمبورال، تيمبورال اللي كيخدمها انسان، فواحد المده ديال 3 شهور ولا 6 شهور ولا 9 شهور ولا المده اللي تعطات لك ماشي فيخو، عنده واحد الخلصه غتخرج ليه اللي هي 80% ديال الابريم، كيجربوا الحساب ديال الميديا شحال كيدخلوا، خرجت 440 اورو ياك، 440 اورو غتخلص فيها هاد الناس هادو. علاش؟ لانهم هما اصلا باقيين ما جمعوش الايام ولا الوقت اللي محتاجينه باش نديروا في الشوماج، فطالما ما كاينش الشوماج اذا غادي يعطيو هذه المساعده ديال 440 اورو لكل عائله او لا لكل، يعني اذا كان الرجل والمراه راه بجوج غادي يتخلصوا فيها، اذا كانوا خدامين بجوج راه هو وهي. وحتى هذه الحاله دي ديال النساء او الناس اللي خدامين في الديور حتى هما نفس الحاله ديال هذوك الناس مؤقتين. علاش؟ لان الخدمه تيمبورال، ماشي خصها من الخدمه حيت الخدمه، لان الازمه فرضت عليك تخرج، فالكونترا ديالك تهرسات ولا توقفات، يعني منهم الاير تيست اللي هما دخلوا في الاكسبيدنت ريغولادور تيمبورال ديمبليو، او النساء اللي اصلا قبل كاع ما تدخل الحاله ديال الانذار، خصني نشوف هنا حاله ديال الانذار لما دخلوش فيها، مثلا تخيل نهار 14 دخلت حاله انذار، فلا حبسك نصلي نهار 10 ولا نهار 2 تا هما عندهم الحق. هاد النساء ولا هاد الفئه ديال العاملات في الدار تا هما عندهم، كنهضر على الناس اللي بلا اوراق ديالهم ماشي اللي بلا اوراق، اللي بلا اوراق حاجه اخرى. فهاد الناس هادو كانت كتخدم نهار او نص نهار تا هي عندها الحق في هاد المساعده اللي تقريبا بحال البارو، غير هنا البارو خصك ايام، فداك الشروط ديال البارو نفات لا في هاد الحاله ولا لهاد الحاله. نكملوا. دخلوا فيها القضيه ديال الناس اللي واخده كريدي من البنكه، كنتي شي حاجه كنتي دير فيها تقسيط، ثلاجات، تلفازه، ما نعرف شنو، كاينه 3 شهور عطاوكم او لا عطاونا عفوا عطاونا ديال الموراتوري، يعني ما هنا ما نقدرش الدوله تدخل معانا. علاش؟ ما حيت ما خدام حتى واحد، حتى الكونسوميدور يعني هذه اللي هي ديال المستهلك خذوا بعين الاعتبار، حتى الناس اللي عندها كونترا ديال التليفون مع التليفون انت ما خدامش، كي غادي دير باش تخلص التليفون؟ كان عندك كامبيو ديال كومباني، الكومباني فودافون اورانج موبيستار كيما بغات تكون، حتى هي داخله. وحتى الناس اللي كانت واخده دايره البلان ديال انها غتسافر وخلصات يعني البي ديال الطياره غير دولا فلوسها، يعني هادشي كله الحمد لله خذوا بعين الاعتبار. حتى الناس اللي كانوا كيقمروا يعني كان الشركات اللي كانت كدير الاعلانات ديال القمار وما عرف شنو، لان الناس كانت كتجي وكتمشي وكتخرج، فانت ملي كتقطع عليهم رزقهم القمار اللي حنا الموضوع ماشي ديالنا، ولكن حتى هما غادي يردوا ليهم يعني خسروا في هذاك الاشهار، فانت ملي كدير اشهار وكتقول لنا القمر يعني كتخليه كيزيد كاين ادمان على القمر، حتى هاد الناس هادو غادي يعوضوهم. كونفينامينتو يعني انت واحد الانسان محجر محجر في الحجر الصحي، على الناس اللي عندها مشاكل مع اللاعب. الحمد لله بعدا قالها. غتكون واحد الخلصه اللي غتخرج حتى النساء المعنفات، بحكم ان كاينين ديور حنا عارفين دابا الحاله اللي حنا فيها، كاين بعض الناس اللي منفعلين او المهم الجو مكهرب ما بين المراه والراجل وهاد المشاكل اللي كتوقع، فكيوقعوا مشاكل، وحنا عارفين ان الدوله الاسبانيه كتدعم المراه من هاد الناحيه دي حيت مستضعفه، فهادو تا هما ما غاديش ينساوهم، يعني حنا ما غنساوش هاد النساء، غنحميوهم، وكاين واحد الخلصه غتعطى وغتفرق على الكومونيداد اوتونوماس، يعني كاع المجمع والحكم الذاتي، كاين فلوس غتمشي ملايين غتقسم، وهاد الملايين هادي كاين في هاد الباج هادي اللي غنحطها لكم اللي هي الخبر ديال البايز اللي كيقول لك غادي يمشاو، لان الفلوس هادي ما غتقسم غادي تقسم لا ينتمي البلديات والخدمات الاجتماعيه والشؤون الاجتماعيه باش يقدروا يساعدوا عباد الله. هذا هو اللي بغيت نقول لكم انا، كتي بالاوراق ولا بالاوراق راه ما يمكنش يخليو انسان ما عندوش اوراق يموت او لا يمرض او لا شي حاجه، خاص كلشي يتخذ بعين الاعتبار. صراحه اليوم باكيتي صندوق ولا كما كنقولوا حنا الباك فيما يتقال، الحمد لله، يعني انا صراحه عجبني بزاف لان لقيت فيه بزاف الحوايج اللي مزيانه. كنعاود نقولها اخرى مره اخرى، الناس اللي بالاوراق ولا بالاوراق راه الفلوس هذه اللي هي ملايين تكلمت عليها البارح، ونفس العدد غادي يبقى ديك 700,000 700 مليون غتقسم على الكومونيداد دي ساوتو نوماس، وكل بلاصه غتفرق ما بين لا ينطمنطوش الخدمات الاجتماعيه باش كل واحد يقدر يستنفع.
ضروري غتقول لي وباش غنوصلوا ليهم كاين تليفونات، واصلا راه بزاف الناس الحمد لله قالوا لي ان راه تواصلوا معاهم الخدمة الاجتماعيه من اي طمينتو كيصيفطوا الماكله وكل شيء، اذا ما تخافوا والو الحمد لله. حنا كنعاود نقول احنا في دوله الحق والقانون، وما نظنش اننا يعني هادشي كله غيكون كذوب وما كاين منه والو. هذا اللي كان الاخوان اخوات، نتمنى نكون فدتكم بهذا الموضوع، احبكم في الله والله يعاونكم. عجبكم الفيديو ما عجبكمش تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.